طبعا كان عندنا الاسبوع ده حاجه مختلفه، وهي هي مش مختلفه، هو جديد قديم. يعني ايه؟ يعني لاعب الجوله اهلاوي. لاعب الجوله المره دي هناخد القصه بتاعت اختياره ونروح معاكم لحاجه اتكلمنا فيها هنا قبل كده، مخاوف جمهور النادي الاهلي المتعلقه باختيار لاعب الجوله بالتصويت، وده معلن من البداية ومعلن من بداية الدوري أفكاره، وكل ده هنروح ونناقشه، لأن احنا قلنا لكم إن عندنا تخوفات نتيجة ضغوط بنشوفها غير مبررة، وكأن جمهور النادي الأهلي مش مطالب إن هو يتفوق في حاجة، وكأن جمهور النادي الأهلي عشان له مشاركة وله فعالية كعادته وهو الجمهور الأكبر لأي فريق داخل الوطن العربي لازم يكون في محاولة من محاولات إفساد الموضوع. ودايما زي ما كابتن محمود الخطيب قال، البعض ما بيحاولش يشتغل لنجاحاته على قد ما هو بيركز مع نجاحاتك أنت، وبيركز مع إفشالك أنت، وبيركز على تفوقك أنت. فعلي معلول كان لاعب الجولة، وجمهور النادي الأهلي شايف أنه هو اللاعب اللي يستحق التصويت، لأن علي معلول معادلة كبيرة جدا في النادي الأهلي، واختياره لاعب الجولة كان مهم جدا بالنسبة لنا، لأن علي معلول دايما بيواصل تألقه، علي معلول دايما بيواصل فكرة أنه هو يصنع الفارق، علي معلول دايما بيواصل أنه هو يا أسامة يكون لاعب مهم جدا، عامل السن بالنسبة له ومقارنة بعطائه، وبيوصل لرقم كبير جدا في صناعة الأهداف مع النادي الأهلي. أعتقد جمهور النادي الأهلي كان عايز في الجولة دي يبدي شكل من أشكال التقدير لعلي معلول. ده بالتأكيد يعني يكفي أن أول لما طبعا خلينا نتكلم أن الجولة أو القصة دي أو التصويت اتأجل شوية، وكان واضح أن ربما في محاولة للاستجابة لضغوط، ولكن ضغوط جماهير النادي الأهلي كانت أقوى بشكل كبير جدا، وبدأت تتساءل أين التصويت، أين لاعب الجولة، أين لاعب الجولة. وبالفعل نزل لاعب الجولة من اختيار الجماهير في البداية. أنتوا عارفين طريقة الآلية، مين من وجهة نظرك لاعب الجولة، فبتبدأ الجماهير تدخل تدي أصوات لاعبين الجولة بعد كده، أو الرابطة بعد كده بتاخد أعلى 3 أصوات وتنزلهم في استفتاء. ده اتأخر، ما علينا، قلنا انشغال في مباريات، قلنا أي حاجة، وبالتالي مدة الاستفتاء كانت صغيرة جدا على عكس الاستفتاءات السابقة إن هي تكون 24 ساعة. بمجرد ما تم طرح مين من وجهة نظركم لاعب الجولة، علي معلول أصبح ترند رقم 1 في مصر على تويتر ب 23,000 تغريدة علي معلول، 23,000 تغريدة علي معلول في ساعة زمن واحدة فقط لا غير. ده غير بقى اللي قال علولو، غير اللي قال بقى التونسي، غير اللي قال اللول، يعني دلعه كتير جدا، لكن كلمة علي معلول في ساعة زمن كانت رقم 1 ترند في مصر على تويتر، ودي من محبة جماهير النادي الأهلي لعلي معلول، لأن علي معلول من اللعيبة اللي هي بجينات النادي الأهلي. أنا دايما بقول تونسي الأصل أهلاوي الهوى، علي معلول من أهم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي على مستوى صناعة اللعب، حتى وهو بيلعب في مركزه ده علي معلول قادر وهو في مركزه ده ان هو يصنع اهداف. شفنا الهدف اللي صنعه في مباراه فاركو لاحمد عبد القادر، ما يعملش الحاجات دي غير علي معلول، اسرع ديليفري في مصر واهم اسيست في مصر، اللي تخطى لاعبين كبار جدا، يمكن تخطى عبد الله السعيد في صناعه الاهداف، وعبد الله السعيد اصلا دوره بلاي ميكر وصانع اهداف، لكن علي معلول كمان لو كان في امكانيات ان انت تلعب بالكرات العرضيه او مهاجم صندوق بشكل كويس بيجيد العاب الراس، كان ممكن علي معلول ارقامه دي تصل لاضعاف. لكن بالتاكيد علي معلول قدم خلال الموسم ده وكل موسم اللي يطمنك ان علي معلول. هي القصه بس المشكله في علي معلول حاجه واحده بس، ان هو مصعبها علينا في بديل علي معلول، لان الفوارق شاسعه ما بين علي معلول واي باك ليفت موجود داخل قاره افريقيا. فهي دي الصعوبه اللي علي معلول مصعب علينا، عشان كده لما بنفتقده لايقاف او لا قدر الله اصابه بنستشعر ان المكان ده لا ناقصه كتير قوي. طبعا اصل يعني الذهب لا يقارن، وعلي معلول هو ذهب، هو حاجه موجوده في النادي الاهلي، قيمه مضافه للفريق، هو حاجة استثنائية، هو قائد بدون شارة، ودايما بقولها طبعا، وأكيد النادي الأهلي فيه لاعبين كتير يتصفوا بالفكرة دي، ولكن علي معلول هو قائد بدون شارة، لأن هو فيه صفات القائد، فيه صفات الإخلاص، الحب للفريق، إزاي هو فعلا فعلا شبه النادي الأهلي، وده اللي كنا بنقوله على أكرم من شوية. ولكن نرجع بقى لقصتنا اللي هي خاصة بالتصويت. ليه بنقول لكم ده؟ لأن يا جماعة الموضوع واضح ان هو عامل ازمه للبعض، وعامل ازمه ليه احنا مش عارفين. هل لان اي حاجه بتبرز النادي الاهلي بتكون ازمه؟ هل ان انت تقول النادي الاهلي نادي القرن يبرز عند البعض ازمه؟ هل ان انت تقول النادي الاهلي عنده 42 دوري بتعمل للبعض ازمه؟
هل ان انت تقول النادي الاهلي عنده 10 بطولات افريقيا بتعمل للبعض ازمه؟ هل ان انت تقول ان جماهيريه النادي الاهلي من خلال صفحات التواصل وعلى مدار تاريخه في حضوره الجماهيري وحاجات كتير جدا، هل بتعمل للبعض ازمه؟ طب صدقني لو عندك ازمه فانا مش ملام فيها، المشكله عندك انت، يا اما لان انت بترفض واقع مش عايز تقر بيه، يا اما ان انت حلك بالنسبه لي ان انت تنال مني مش ان انت تعالج ازمتك، اللي هو ايه؟ الموضوع ده مش هيتغير، طب انا زعلان. طب يا جماعه مش الامور بتدار كذا، عشان كده احنا عايزين نعرض لكم جايه ازاي الازمه وسببها ايه عند البعض وردودها ايه بالمنطق وبهدوء زي ما اتعودتوا. الاهلي خط احمر بيخاطب القضيه اكتر ما يخاطب الاشخاص، لان احنا نادرا ما نستدعي فكره ان احنا عندنا مشكله مع الشخص مش مع اللي بيقوله. فتعالوا نسمع خالد الغندور وهو بيعبر عن اللي احنا بنقوله، فكره ايه هي الازمه بالنسبه لحد بيرى بعين زملكاوي. لكن تعالوا لحاجه مهمه جدا وهو كل الناس اتكلمت عنها امبارح، وهو موضوع لاعب الجوله. معناها ان في 9 ماتشات كل جوله، التسع ماتشات رابطه الانديه بتختار كل مباراه افضل لاعب فيها. طبعا اللي بيختار في كل مباراه افضل لاعب فيها مش جمهور، يعني اكيد دول فنيين، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش مين، يعني ما اعرفش مين، ففي واحد قاعد في الملعب ما اعرفش مين ده، هو اللي بيختار لاعب الجولة، لأن ما فيش استفتاء على لاعب أثناء اللقاء، تمام؟ وبالتالي أنت جايب مراقب بقى مثلا ولا جايب واحد فني، عايزين نعرف مين اللي بيختار، مين اللجنة اللي بتختار أثناء اللقاء ده أفضل لاعب من ال 22 لاعب اللي بيلعبوا، تمام؟ عايزين نعرف، دي حاجة مهمة، نقطة مهمة جدا. نمرة 2، الطبيعي والمنطقي إن أنت ما بتاخد لازم، انا من وجهه نظري يعني، انت مثلا 9 ماتشات، التسع ماتشات دول لاعب المباراه اختاروا 9 لعيبه في 9 ماتشات، كل ماتش بيختاروا احسن لاعب في ال 22، المفترض ان لاعب الجوله يطلع من ضمن التسعه، يعني التسعه اللي بيتم اختيارهم لازم لاعب الجوله يطلع منهم، ما ينفعش مثلا احسن لاعب في المباراه دي ولاعب الجوله يكون واحد ما خدش احسن لاعب في المباراه نفسها، يعني حاجه كده لا تعقل يعني. الكلام يبدو ليك انه شكله حلو؟ اه. هل هو حلو؟ لا. هل هو صحيح؟ لا. هل هو منطقي؟ برضه لا. ليه؟ لان الجانب الاول من القصه بتاعت مين اللي بيختار لاعب المباراه، وانا عايزكم توضحوا معانا المصطلحات، لان احنا هنا بنعمل حاجه اسمها تحرير الاصطلاح، الفرق ما بين لاعب الجوله ولاعب المباراه اللي دخلوا في بعض في الكلام عشان توصل لاستنتاج هو مبني على مقدمات غير صحيحه بالمره، اللي هو ايه؟ اللي هو انا هحلله لكم ببساطه، ده لاعب المباراه اللي احنا بنتكلم فيه، احنا ايضا هنا في الاهلي خط احمر احنا نفسنا ناقشنا مين اللي بيختار لاعب المباراه، فده سؤال طبيعي احنا نتكلم فيه كاعلام وما فيهوش اي مشكله ومش مرتبط بلاعب الجوله، ازاي؟ هفهمك بس واحده واحده. فلاعب المباراه احنا قلنا مين اللي بيختار؟ لان كان جمهور الاهلي نفسه بيطلع في بعض الاحيان يصوت، لان صفحه النادي الاهلي بعد المباراه بتقول مين هو نسر المباراه، ده على سبيل المثال في النادي الاهلي، وكان الناس تختار او تدي اصواتها للاعب مختلف عن اللي تم اختياره داخل المباراه من النادي الاهلي ايضا. فالقصه هي مش لا تتعلق بمين من ابناء النادي الاهلي، هم كلهم عندنا واحد، ولكن احنا طرحنا يا جماعه وقلنا لازم يكون في شركه احصائيات وشركه تتعلق بارقام، لان لازم تتكلم في حاجه اسمها نوعيه الاختيار. يعني ايه؟ يعني اختيار لاعب المباراة هو اختيار فني، مش اختيار تصويتي، مش اختيار جماهيري، ده لاعب المباراة. احنا قاعدين نتيجة فنية او نتيجة مجموعة من الداتا او المعطيات بنطلع نقول ايه؟ يا جماعة اكس هو لاعب المباراة، تمام؟ فلما طرحنا الاسئله قلنا اختيار واليه لعب المباراه ده، لان في بعض المباريات حتى في مباريات غير النادي الاهلي كتير بيبدو لينا ان اللاعب اللي تم اختياره فنيا ان هو لاعب المباراه هو ليس بلاعب المباراه. فده سؤال مشروع اعلامي وكويس جدا اعلاميا وما عندناش اي مشكله معاه،
بل بالعكس عايزين ضوابط يكون في شركه، الشركه دي تجيب راعي، الراعي وده الشغل اللي احنا نتمنى نشوفه، الراعي ده يدي جايزه للاعب المباريات اللي ماله داخل الملعب من خلال شركه كذا اللي بتختار ومختصه بالفنيات، ويكون عندنا شكل منظم لعب المباراه. حلو. طيب ايه بقى الربط ما بين اصل مفترض اللاعب لو عندي 9 مباريات طلع منها كل مباراه في منهم لاعب مباراه، اذا عندنا 9 فده يبقى في النهايه لاعب الجوله من الـ9؟ لا، هنا المغالطه، هنا الفكره ان هو اداك جيم يبدو ليك منطقي في الاول عشان يمرر منه حاجه مش منطقيه. افصل بقى معايا، لاعب الجوله يا جماعه من البدايه ده امر يتعلق بالتسويق، لاعب الجوله ده حاجه معموله للجمهور، بيتم الجمهور بيدخل يعمل فوتنج عليها وبناء عليها بيتم اختيار عدد اكبر ناس اتعمل لهم فوتنج ويتقال ما بينهم ده اكتر حد صوتوا عليه تاني، وده يبقى بالنسبه لك هو لاعب الجوله. ده امر لا يتعلق باختيار فني داخل المباراه، ولا يتعلق باختيار لجنه فنيه او لجنه منظمه للمباراه، ولا يتعلق باختيار مراقب المباراه، ده امر منفصل من البدايه فكرته جماهيريه، فربطه بلاعب المباراه بيديك ايحاء ان في حاجه غلط. ما انت طبيعي هتقول ايه ده الـ9 دول لازم بتاع الجوله يطلع منهم، لا، الـ9 دول اختيار فني واللاعب الجوله ده اختيار تسويق جمهور، الياته مختلفه تماما. فربط ده بدا هو محاوله ان يبدا يشككك ان في حاجه غلط تتعلق بلاعب الجوله، واعتقد هو الكلام مفهوم، بس الكلام هدفه اللي هتشوفوه على مدار الفقره. بص عشان يعني نلخص القصه دي، انا وجهه نظري حتى لو جبت شركات رعايه لاختيار لاعب الجوله، لاعب الجوله ده باختصار شديد هو اختيار النقاد، لاعب المباراه ده اختيار النقاد، لاعب الجوله الرابطه عملت حاجه كده اسمها تصويت باختيار الجماهير، اختار اللي انت عايزه كما يحلو لك، وهيبقى في النهايه لاعب الجوله موجود اسمه وبينزل على رابطه الانديه، حاجه كده لو انت عايز تقصها تقصها لا بمستوى فني ولا بمستوى داخل الملعب ولا باحصائيات ولا باي شيء، لاعب الجوله ده بما انه تصويت هو راجع لشعبيه الانديه، من الاخر كده هتجيب لاعب من الاهلي ولاعب من الزمالك، حتى لو لاعب الزمالك ده افضل جماهير الاهلي هتختار اللاعب الاهلي، والعكس هتجيب لاعب من الزمالك ولاعب الاهلي افضل جماهير الزمالك هتدخل تصوت لجماهير للاعيبها، وده حصل في اشياء كتيره جدا منهم التصويت على افضل منتخب في قاره افريقيا خلال الـ10 سنوات الاخيره في دوري ابطال افريقيا والمسابقات الافريقيه، لما دخل شيكابالا امام خامه بليات وارقام شيكابالا ما كانتش هي الارقام اللي تشفع له ان هو يتحط في التصويت ده، ومع ذلك كان التصويت ما بين شيكابالا وخامه بليات، وكان اسماعيل الحداد موجود، على الاقل اسماعيل الحداد قدر ان هو ياخد مع الوداد بطوله. اذا الامور بالاهواء، الامور بالحب، الامور بالانتماء، وده مقياس للشعبيه لاعب الجوله.